أهلا وسهلا أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النصوص، ودرسنا اليوم بعنوان من وصايا الحكماء لذو الإصبع العدواني. هيا بنا ندخل سريعا في صفحات درسنا. الحكيم في سطور مع مناسبة النص. كاتبنا اليوم هو ذو الإصبع العدواني، هو حرثان بن محرس بن الحارث بن ربيعة بن ثعلبة بن عدوان، لذلك لقب بالعدواني. هو أحد الشعراء والحكماء في العصر الجاهلي، وسمي ذا الإصبع لسببين أشهرهما أن له إصبع زائدة في قدمه، وقيل أيضا لأن الحية نهشت إصبعه، وأيضا هو من المعمرين إذ تجاوز عمره 100 عام، وكان لذي الإصبع 4 بنات وولدا واحدا اسمه أسيد، وكانت إحدى بناته وهي أميمة شاعرة أيضا. ونصنا اليوم له مناسبة يحتاجها كل أب، وهي أن ذو الإصبع العدواني أراد أن يقدم مجموعة من النصائح وينقل إلى ابنه أسيد خبراته وتجاربه، فبدأ يوصيه بمجموعة من الوصايا ليستفيد منها ويحقق الشرف والسيادة في قومه، ويصبح في نفس المنزلة التي وصل إليها والده. ومن هذه الوصايا التواضع للقوم والرفق بهم وإكرامهم وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين. نصنا يندرج تحت غرض الوصية، وأبسط تعريف لمضمون الوصية هو مجموعة من النصائح بتصدر من إنسان صاحب تجربة كبيرة في الحياة، خبرة في التعاملات الحياتية، يبدأ في نقلها إلى شخص أقل منه خبرة بغرض النصح والإرشاد، قد تكون من أب لابنه أو معلم لتلميذه أو أم لابنتها وغيرها. وينتمي نصنا اليوم إلى العصر الجاهلي. الوصية نتاج أدبي له مجموعة من الخصائص. أهم ما يميز الوصية وأسلوبها أن الصور البيانية داخل الوصية قليلة، وهذا يرجع إلى أن الكاتب لا يحتاج إلى كثير من الصور، بل هو في حاجة إلى تقديم النصح بشكل مباشر إلى الشخص الموصى. كما أن الأساليب في هذه الوصية لابد أن يكثر فيها الجانب الإنشائي، كما تعلمنا في فرع البلاغة أن الأساليب الإنشائية الخاصة بالأمر والنهي، وبما أن الموصي يقدم مجموعة من النصائح وخبرات الحياة فهو يحتاج إلى هذه النوعية من الأساليب. طول الجمل تعتمد الوصية اعتماد كلي على الجمل القصيرة، وهذا لأن من يقدم الوصية لا يحتاج إلى الإطالة والكلام الزائد الذي ليس له قيمة أو معنى، وإنما يجعل الجمل قصيرة لتوصيل الفائدة بأقصر وسيلة ممكنة. محسنات البديعية كثيرة حتى يجعل الكلام منغما، يجعل الكلام به سجع وازدواج، كل ما هو يعطي مصدرا من مصادر الموسيقى يكثر في الوصية. أما بالنسبة للألفاظ والتعبيرات، بأن تكون ألفاظها واضحة بعيدة عن الغرابة. الشخص الذي يقدم الوصية لابنه يحتاج إلى كلمات بسيطة معبرة بعيدة كل البعد عن الألفاظ النابية الغريبة. هيا بنا سويا أحباء الطلاب نقرأ الفقرة الأولى من نصنا. يا بني إن أباك قد فني وهو حي، وعاش حتى سئم العيش، وإنني موثق بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني ألن جانبك لقومك يحبوك
وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودك. في الفقرة مجموعة من الكلمات المعبرة عن النصائح التي يحب الأب أن ينصحها لابنه. هيا بنا سويا نتعرف على هذه النصائح ونقوم بتفسير بعض الكلمات من خلال سياق الفقرة. ما علاقة ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك بما قبله؟ إذا نظرنا لهذه الجملة سنجد أن الكاتب أو الحكيم ذكر بأنه احفظ عني وأني موثيق بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته. إذا اعتبرنا أن هذا إجمال للنصيحة، أنني سأقدم لك بعض النصائح، بدأ ذو الإصبع العدواني في تفصيل هذه النصائح، فأصبح علاقة ألن جانبك لقومك يحبوك وما بعدها وتواضع لهم يرفعوك وابسط لهم وجهك يطيعوك، كل هذا تفصيل للمجمل الذي جاء قبلها، وهي أنه سيقدم له مجموعة من الوصايا. إذن علاقة ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، هل هي نتيجة أم تعليل أم توضيح؟ أعتقد الإجابة الصحيحة تفصيل بعد إجمال. مضاد سئمة، إذا الإنسان سئم حياته أو سئم من طعام ما أو سئم من قول ما، فالسأم بمعنى الملل. مضاد سئمة، هل مل أو ملل؟ تحمل، اشتاق، صادق. الإجابة الصحيحة اشتاق، فعكس الملل الاشتياق. مقصود بكلمة يسودوك في السطر الأخير بيقول ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. يسودوك أي يجعلوك أسودا مثلا، أم يجعلوك سيدا، يساهروك، ينصروك؟ الإجابة يجعلوك سيدا. معنى لا تستأثر، ولا تستأثر عليهم. عارفين إحنا في جملة اللي هي جملة الإيثار، حتى من صفات المؤمنين، ويؤثرون على أنفسهم. الإيثار هو تفضيل الغير على النفس، يعني ما يهمكش نفسك بس، لا أنت تفضل الناس وتشوف مصالح الناس أكتر من أن أنت تفكر في نفسك. لا تستسهل، لا تهمل، لا تختص نفسك، لا تتكبر. الإجابة لا تختص نفسك. طب مين شاطر يفكر معايا عكس لا تستأثر؟ احنا اتفقنا الإيثار هو أن تفضل الآخرين على نفسك. عكس بقى الإيثار إيه؟ عكس الإيثار الأنانية. فكلمة يؤثر أو يؤثرون على أنفسهم عكسها أن يكون إنسان أناني. مضاد ألن جانبك في الفكرة، ألن جانبك أي أحسن معاملتهم برفق ولين. إذن المضاد عاقب وعذب، اظلم وابطش، تكبر وتعالى، اقص واشتد. القسوة والشدة عكس اللين، شخص لين الجانب عكسها شخص شديد الطبع وقاسي الطبع. المرب ابسط لهم وجهك، كن بشوشا، اضحك، ابتسم، كن بشوشا، تحمل، اظهر المودة. ام الاولى والثالثة؟ الاولى والثالثة. اذا حاولنا تلخيص المضمون العام لمعنى الفقرة السابقة سنجد ان يبين الاب لابنه انه قد عاش طويلا فاكتسب من خبرات الحياة الكثير والكثير، لذلك يوصيه بما ينفعهم ليحفظه ويطبقه. ومن ذلك أحسن معاملة قومك، تكن حبيبا إلى قلوبهم، ولا تتكبر عليهم يرفعوا من شأنك، وابتسم لهم ولا تعبس في وجوههم، يطيعوا أمرك ولا تبخل عليهم
يجعلوك سيدا عليهم. هيا بنا نقوم بتحليل بلاغي للفقرة السابقة، ولكن قبل أن نبدأ في التحليل البلاغي لابد أن نراجع سويا خريطة البلاغة. كيف سنقوم بتحليل النص بلاغيا؟ هذه الخريطة التي أمامنا إنما هي تبين لنا بعض الرموز التي نستخدمها لتوضيح المواطن البلاغية داخل النص. فمثلا التشبيه لون لبني، الاستعارة المكنية لون مائل إلى الأخضر، الاستعارة التصريحية وهكذا. إذا نظرنا إلى تلك الخريطة نجد أن كل لون أو كل رمز يشير إلى أحد الصور البيانية أو المحسنات البديعية أو الأساليب. فإذا ذهبنا معا إلى الفكرة سنجد أنها مقطعة وملونة تبعا لما سنستخدمه في الخريطة. هيا بنا نحلل سويا النص تحليلا لغويا باستخدام الخريطة المقابلة في جانب الشاشة. يا بني، ننظر كده إلى الخريطة. هذا اللون ينم عن أن هذا أسلوب إنشائي. هيا سويا نسترجع ما هو الأسلوب الإنشائي. أي أسلوب يا جماعة يجيلنا أمر، نهي، استفهام، نداء، تمني، فهو أسلوب إنشائي. هنرمز له بالرمز البني ده. فيا بني، لو مشينا شوية، احفظ، ألن، تواضع، ابسط، لا تستأثر. كل المجموعة اللي قدامنا دي كلها أساليب إنشائية. بس لازم نفهم حاجة مهمة، إن كل أسلوب إنشائي أنا بحتاج أحدد نوعه وغرضه. فلو بدأنا بأول واحد عندنا اللي هو يا بني، أسلوب إنشائي، نوعه نداء، غرضه إيه؟ هل هو هنا بيعظم ابنه؟ أم بينبهه عشان يقدم له النصيحة؟ يا بني أسلوب إنشائي غرضه التنبيه، نوعه نداء. طب ليه الكاتب استخدم بني؟ ليه ما قالش يا ابني أو يا ولد؟ أو بني كلمة مصغرة توحي بالحنو وتوحي بحب الأب إلى ابنه. إذن يا بني أسلوب إنشائي نوعه نداء غرضه التنبيه. باقي الأساليب احفظ وألن وتواضع وابسط، جميعها أساليب أمر، والأمر غرضه النصح والإرشاد. ولا تستأثر أسلوب إنشائي نوع نهي عشان بيبدأ طبعا بلا، أسلوب إنشائي نوع نهي غرضه أيضا النصح والإرشاد. إن أباك قد فني وهو حي. إذا انتقلنا إلى المحسنات البديعية الموجودة داخل الفقرة سنجد أن فني وحي يشتركان في نفس اللون وهو الطباق. طباق كلمة عكس كلمة، أما المقابلة فهي جملة عكس جملة. يعني لما يكون عندي خير وشر طباق، علم وجهل طباق. أما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذه الجملة عكس هذه الجملة فهي مقابلة. يبقى المقابلة جملة عكس جملة، أما الطباق كلمة عكس كلمة. فكلمة فني هنا بمعنى أنه مات ولكنه ما زال حيا، والمراد أنه كبر ووصل إلى سن الشيخوخة. ففني وحي بينهما طباق. إن أباك قد فني وهو حي، كناية عن ماذا؟ اتفقنا في البلاغة أن الكناية هي جملة نقصد من وراءها صفة أو موصوف. فالصفة التي نقصدها هنا أن الأب قد عاش مدة طويلة، عاش عمرا كبيرا أكثر من 100 سنة. فإذا إن أباك قد فني وهو حي كناية عن طول حياة الأب أو كناية عن الحياة الطويلة. وعاش حتى سئم العيش أيضا كناية. نحن شايفين مع بعض إن عاش حتى سئم العيش نفس اللون عندنا هنا اللي هو لون الكناية، والكناية نقصد من خلفها صفة معينة. فعاش حتى سئم العيش أي أنه لديه خبرة حياتية كبيرة أيضا، وأنه عاش مدة كبيرة لدرجة أنه مل الحياة. وإنني موسيق. اتفقنا أن
حينما تبدأ الجملة بإن فهو أسلوب مؤكد، إنني. أساليب التوكيد كثيرة، إن أو قد أو لقد. يعني مثلا لما أقول لقد نجح المجتهد، أسلوب مؤكد باللام وقد. إن العلم نور، أسلوب مؤكد بإن، وهكذا. وسائل التوكيد المختلفة. وإحنا طبعا زي ما إحنا شايفين إن لما يبقى عندي القوسين دول بيبقى أسلوب من أساليب التأكيد. وإنني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته. من المحسنات اللي موجودة عندنا حينما تنتهي الجملة بنفس الحرف الذي تنتهي به الجملة الأخرى يسمى هذا من المحسنات سجع. والسجع هو اتفاق نهاية الفواصل. إذا مثلا الكاتب قال الحمد لله القديم بلا بداية والباقي بلا نهاية، بداية ونهاية، اتفاق الكلمة مع الكلمة سجع. إنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، مات فات آت، اتفاق نهاية الجمل سجع. والسجع يعطي نغمة موسيقية وهو من المحسنات البديعة. أيضا ألن جانبك لقومك، أي أحسن معاملتهم، كن لين الجانب، كناية عن اللطف وحسن المعاملة وعدم القسوة على القوم. كذلك كلمة يحبوك، يرفعوك، يسودوك، يطيعوك، اتفاق نهاية الجمل كما اتفقنا. سجع يعطي نغمة موسيقية، اتفاق نهاية الجمل محسن من المحسنات البديعية التي تعطي نغمة موسيقية. أيضا في جملة وابسط لهم وجهك، إذا أعدنا ترتيب هذه الجملة سنجد أنها وابسط وجهك لهم. إذن قام الكاتب بتقديم الجار والمجرور، وده خدناه مع بعض إن حينما يحدث تقديم للجار والمجرور فهو نوع من أساليب القصر الخاصة بالتأكيد أو التي تستخدم للتأكيد. وابسط لهم وجهك، أصل الجملة وابسط وجهك لهم، يبقى إذن نوع الأسلوب هنا هو أسلوب قصر، وسيلته تقديم الجر والمجرور، غرضه التخصيص والتأكيد. لو لاحظنا مع بعض العلامة اللي فوق جملة وإنني موصيق، العلامة دي معناها في الخريطة بتاعتنا التفات. يا ترى يعني إيه التفات؟ الالتفات هو الانتقال من ضمير لآخر. لو لاحظنا الجملة ماشية إن أباك قد فني، لو حاولنا نحط ضمير هنا مين اللي فني؟ هو. وهو حي، مين اللي حي؟ هو. إذن الضمير اللي ماشي معايا في العبارة هو ضمير غائب. طيب لما نوصل للجملة اللي عليها العلامة وإنني موصيك، إنني اللي هو مين؟ أنا. طب أنا ده ضمير إيه؟ متكلم. يعني الخطاب تحول من ضمير للغائب واتنقل لضمير متكلم. هو ده الالتفات. الالتفات غرضه إثارة الذهن ولفت الانتباه عشان يعمل سسبنس، يعمل عملية تشويق شوية. نوضحها تاني مرة كمان. الالتفات هو الانتقال من ضمير لآخر. مثال اللي قدامك إن أباك قد فني، هو حي، هو عاش، هو. هنلاحظ ان الكلام كله ماشي بصيغة الغائب، بيحكي عن حد، ضمير الغائب هو، لحد ما هنوصل لجملة وإنني موسيق. إنني مين؟ أنا. مين اللي موسيق؟ أنا. فتحول الضمير إلى متكلم. هذا الالتفات غرضه إثارة الذهن ولفت الانتباه. وبعد أن انتهينا من التحليل البلاغي، هيا بنا نقوم بإجابة بعض الأسئلة التدريبية على هذه الفقرة. يا بني إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سائم العيش، وإنني موصيق بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك،
ولا تستأثر عليهم بشيء يسودك. العلاقة بين قوله بلغت في قومك ما بلغته بما قبلها. نتيجة تعليل تفصيل توضح. لكي نستطيع الاختيار الأصح لابد أن نعلم أن حينما يأتي أمر نهي استفهام فجواب الطلب أكيد نتيجة لما قبلها. يعني اجتهد في دروسك، ها النتيجة تنجح. احترم معلمك، النتيجة يحترمك. أبسط لهم وجهك، النتيجة يطيعوك. ألن جانبك لقومك، النتيجة يحبوك. إذن حينما يكون الجملة مبدوءة بأمر أو طلب، الجزء الآخر يصبح نتيجة. مغزى الحكيم من هذه الوصية إظهار سأمه وملله من الحياة، خبرته الطويلة، تجاربه في الحياة، نصح ابنه. أكيد المغزى الضمني للحكيم، الهدف أصلا من كتابة هذه الوصية هو تقديم النصح للابن. نوع الأسلوب في احفظ عني ألن جانبك، قلناها من شوية وإحنا بنحل البلاغي، ألن جانبك واحفظ عني، خبري إنشائي قصر، خبري لفظا إنشائي معنى. بالمناسبة خبري لفظا إنشائي معنى اللي هو الأسلوب الذي يحمل معنى الدعاء، مثل جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وهكذا. الأسلوب إنشائي لأن ده أمر للنصح والإرشاد. نوع المحسن البديع فيه حبوك يرفعوك، حفظته بلغته. اتفقنا أن نهاية الجمل حينما تكون متماثلة إذن المحسن البديع يصبح سجعا، يعطي نغمة موسيقية. الصورة البيانية في عاش حتى سئم العيش، اتفقنا مع بعض أن دي بتدل على كثرة وخبرة الشاعر فقد عاش زمنا طويلا. ما فيش هنا تشبيه ولا مجاز مرسل ولا استعارة، إذن الصورة كناية، كناية عن صفة. وطبعا زي ما احنا اتفقنا الكناية سر جمالها الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل. تعالوا مع بعض نستنتج الخصائص الأسلوبية للحكيم من خلال الفقرة والجزء اللي احنا أخذناه. خصائص أسلوبية، يعني ايه خصائص أسلوبية؟ يعني أسلوبه بيتميز بإيه؟ جمله عاملة إيه؟ كلماته، تصويراته، تعبيراته. هنلاقي ان هو بيتميز بحسن الايجاز، بينقي جمل قصيره بيحطها جنب بعضيها عشان يحقق هدف الوصيه اللي هو النصح وتقديم النصح باقصر الجمل الممكنه. كمان هنلاقي ان هو بيتجنب التعقيد اللفظي والمعنوي. زي ما اتفقنا ان اهم السمات الاسلوبيه للوصيه ان تبعد عن الالفاظ الغريبه، الالفاظ الصعبه، فهو تجنب التعقيد اللفظي. كمان هنلاقي الإكثار من الحكم والمواعظ، دايما هو بيقدم النصيحة حاول يبسط المعلومة لابنه، ودايما بيربط له السبب والمسبب، بيديله الطلب أو الأوردر إن هو ألن جانبك ليه؟ عشان يحبوك. دايما بيعمل معاه نوع من أنواع الإقناع. قلة الصور البلاغية لأنه مش في حاجة إلى تصويرات، هو بيهتم بالجانب النصحي أكتر. كثرة الطباق بين الكلمات لأن الطباق احنا عارفين فايدته هي يبرز المعنى ويوضحه. فإذا أنا لو عايز أوضح المعنى للموصي فإذا هستخدم جمل وعكسها. لماذا بدأ ذو الإصبع العدواني نصائحه بالإشارة إلى حياته الطويلة التي عاشها؟ والله احنا نقدر نسمي ده براعة استهلال، حسن بداية، لأن الكاتب عايز يقنع ابنه بالنصائح اللي هتتوجه بعد كده. طب يقنعه ازاي؟ بدأ يوضح له ان هو عنده خبرات حياتية، ان هو عايش مدة طويلة، فاذا لديه من الخبرة ما يؤهله لان يقدم له النصيحة. فلهذا بدأ بالاشارة الى حياته الطويلة كي يوضح لابنه ان هذه النصائح انما هي ثمرة خبراته الطويلة بالحياة، فإذا عمل بها بلغ ما بلغه أبوه من مكانة عظيمة. هيا بنا نقرأ الفكرة. وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك، واحمي حريمك،
وأعزز جارك، وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك، وأسرع النهضة في الصريخ، فإن لك أجلا لا يعدوك، وصن وجهك عن مسألة أحد شيئا، فبذلك يتم سؤددك. تعالوا مع بعض نستنتج من خلال الفقرة مجموعة النصائح التي قدمها الحكيم لابنه. قدم ذو الإصبع مجموعة من النصائح لابنه، فأمره بأن يكرم الصغار كما يكرم الكبار، وأن يجود بماله ويحمي نسائه ويكرم جاره، وأن يساعد من يطلب المساعدة ويكرم الضيف، وأغث المستغيث، فأجلك مقدر لك ولا ينقص منه شيء، ولا تسأل الناس شيئا تكن سيدا عليهم. وإذا قمنا بتفسير بعض معاني الكلمات من خلال سياق الجمل، علاقة لا يعدوك بما قبلها نتيجة لما قبلها، اتفقنا إن أسلوب الشرط إن تذاكر تنجح، إن تجتهد تحقق التفوق. فإذا نظرنا للجملة سنجد أنها تبدأ بأداة شرط، فإن لك أجلا النتيجة لا يعدوك. يبقى نتفق مع بعض إن إحنا لما الجملة تبدأ بأداة من أدوات الشرط، الجزء الثاني اللي إحنا بنسميه جواب الشرط هتبقى علاقته نتيجة بما قبلها. مضاد اسمح بمالك، اسمح بمالك يعني كن جواد كريم معطاء، أكرم أم تقابل أم إبخل أم أظلم، عكس الكرم البخل. المقصود بكلمة أعزز جارك، العزة هي القوة، والمقصود بأعزز جارك أن تساند جارك، تجعله قويا، تحميه إذا لزم الأمر. فهل أعزز جارك هنا موضعها في موضعها أكرم وقوي، اعطي وامنح، تقرب وعامل، اقتصر وابتعد. أكرم وقو. معنى الصريخ، من هو الصريخ؟ الجملة وأسرع النهضة في الصريخ، من يصرخ أي من يستغيث، من يطلب الإغاثة. الصريخ بمعنى المستغيث، الملهوف، المريض، المهاجر. الصريخ الذي يصرخ ويستغيث. جمع أجل، جالات، جيال، أجيال، آجال. الأجل هو العمر، أجل آجال وليس أجيال. أجيال جيل. المربي يتم سؤتدك، أي يكتمل ماذا؟ شرفك وسيادتك، ملكك ونعيمك، محبتك وتكريمك، سيطرتك ونفوذك. أكيد شرفك وسيادتك، حتى من كلمة سؤددك أي سيادتك وسيطرتك على الأمر. هيا بنا ننتقل إلى التحليل البلاغي، وكما تعودنا بناء على الخريطة اللي موجودة عندنا. الألوان بتاعتنا محفوظة، شايفينها كويس، بصين عليها كويس، على أساس وإحنا شغالين في الفقرة هنبص في اللون ونشوف ده محسن بديعي ولا صورة بيانية ولا أساليب ولا علم معاني وهكذا. وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم. أكرم صغارهم وكبارهم، زي ما احنا شايفين عندنا أحمر مع أحمر، لو بصينا اللون يعني ده محسن بديعي طباق، يبقى طباق يبرز المعنى ويوضحه، صغار عكسها كبار، طباق يبرز المعنى ويوضحه ويؤكد. لو احنا بصينا على مودتك، يكبر على مودتك، في عندي هنا قوسين، لو بصينا تحت هنلاقيه ده اسلوب من اساليب التوكيد او القصر. طب نقرا الجمله كويس، يكبر على مودتك صغارهم. يكبر فعل، مين اللي بيكبر؟ صغارهم. يبقى يكبر صغارهم على مودتك، يبقى هنا عندنا وكانه تقديم وتاخير. قدم ايه؟ قدم الجر والمجرور على الفاعل. يبقى الجملة اللي قدامنا دي فيها اسلوب قصر، وسيلته ايه؟ تقديم الجر والمجرور. غرضه ايه؟ التأكيد والتخصيص. عندي مجموعة من الاساليب الانشائية في الفكرة، اللي طبعا زي ما احنا عارفين بتاخد اللون ده اهو،
تعالوا نشوفها مع بعض. وأكرم صغارهم، أدي أسلوبه واحد. اسمح، احمي، أعزز، أعن، كل الأساليب اللي قدامنا دي صن، أكرم، أسرع، كلها أساليب إنشائية. وإحنا اتفقنا إن الأساليب الإنشائية أساليب الأمر والنهي والنداء والتمني والدعاء وهكذا. الأساليب اللي قدامي كلها أسلوب أمر، غرض النصح والإرشاد، أسلوب إنشائي نوعه أمر، غرض النصح والإرشاد. وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكبر على مودتك صغارهم. لو إحنا اتفقنا مع بعض، ماذا يسمى المحسن البديع الذي فيه نقسم الجمل إلى قطع متساوية؟ يعني مثلا لما أقول إنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، لو لاحظنا الجمل هنا متقطعة قد بعضيها. هنا كمان أكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، الجمل اللي بتتقطع بشكل متساوي عندنا دي اسمها إيه؟ اسمها ازدواج. طبعا هي بتتسمى حسن تقسيم، بس حسن التقسيم ده في حالة الشعر، لكن في حالة النثر اللي قدامنا ده بتتسمى ازدواج. وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكبر على مودتك صغارهم. واسمح بمالك، عندي لون هنا اللي هو البرتقاني ده، هنبص نلاقي هنا ان اللون ده اسمه كناية. طب يا ترى اسمح بمالك كناية عن ايه؟ كناية عن الكرم، كناية عن الجود. اتفقنا ان الكناية هي جملة انا بقصد من وراها صفة معينة او معنى معين، فهو هنا قصده ايه بيسمح بمالك؟ قصده انك تكون جواد، تكون كريم، الجود والكرم مع اهل القبيلة. واحمي حريمك واعزز جارك، لو بصينا هنلاقي اتفاق نهاية الجمل، مالك، حريمك، جارك، من استعان بك، أكرم ضيفك، اتفاق نهاية الجمل اللي هو اللون بتاعنا اللي اسمه سجع. السجع هو اتفاق نهاية الجمل. وكل هذه المحسنات مثل السجع والازدواج وحسن التقسيم والتصريع، كل الحاجات دي من المحسنات التي تعطي نغمة موسيقية تطرب الأذن. وأسرع النهضة في الصريخ، النهضة في الصريخ ماذا يقصد من هذه الجملة؟ النهضة في الصريخ كناية، كناية عن ماذا؟ كناية عن العون والمساعدة، كناية عن إنقاذ من يحتاج الإنقاذ، كناية إنك تكون عندك المروءة والشهامة الكافية لمساعدة من يحتاج المساعدة. فإن لك أجلا لا يعدوك، أسلوب شرط غرضه التأكيد، وإحنا اتفقنا إن لا يعدوك نتيجة لما قبلها. وصن وجهك عن مساءلة أحد شيئا، وجهك هنا واخده لون أزرق معايا، لو بصينا في اللون الأزرق فوق هنلاقيه مجاز مرسل. ما هو المجاز؟ أكيد الإنسان لما يجي يصون مش هيصون وجهه بس، طب وبقية جسمه ملوش دعوة يعني، قصده يصون نفسه يعني، ولكن هنا التعبير كان بالوجه، جزء من أجزاء الجسم، فهو مجاز مرسل علاقته الجزئية، هو أراد الكل ولكنه قال الجزء، عبر بجزء واحد ولكنه كان يقصد الكل. يعني مثلا عندي آية قرآنية بتقول ويضعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، لو حطينا الصباع في ودننا مش هيتحط كله، اللي بيتحط عقلة، فهو كان مفروض يقول ويضعون عقلة من أصابعهم، ولكن ده نوع من أنواع المجاز الإجاز، فهو أنا قال الكل وأراد الجزء. كذلك هنا وصن وجهك، هو قصد الجسم كله، صن نفسك يعني ككل، بس هو قال الوجه بس اعتبار ان ده رمز للكرامة والعزة. وجهك مجاز مرسل علاقته جزئية، اراد الكل وعبر بالجزء. سر جمال المجاز الإجاز والدقة في اختيار العلاقة. فبذلك يتم سؤددك، يتم سؤددك استعارة مكنية حيث صور السيادة بشيء مادي يكتمل فهو ناقص، وسر جمالها التكسيم. ودلوقتي يلا بينا بسرعة نحل شوية تدريبات بسيطة على الجزء اللي احنا شرحناه. جمع حريم، يا ترى أحرام، حرمات، حرم، أم الأولى والثالثة؟ الإجابة الأولى والثالثة.
غرض الفقرة السابقة زي ما هو واضح من اسم النص أكيد الغرض الوصية. نوع الأسلوب في أكرم، اسمح، احمي، أعزز، صن، كلها زي ما اتفقنا أساليب إنشائية. نوعها إيه؟ هل نداء؟ أمر للنصح؟ استفهام للتعجب؟ شرط للتأكيد؟ أكيد أمر للنصح. نوع المحسن البديهي ما بين صغرهم وكبرهم، هل مقابلة؟ احنا اتفقنا المقابلة جملة عكس جملة. هل تصريع، ازدواج، طباق؟ الطباق هو كلمة عكس كلمة. علاقة فبذلك يتم سؤددك، بما قبلها نتيجة أم تعليل أم تفصيل أم مقابلة؟ نتيجة لما قبلها. نوع الصورة البيانية في وجهك، شرحناها من شوية، وجهك هو يقصد الوجه بس أم هل هي تشبيه أم مجاز مرسل استعارة كناية؟ مجاز مرسل علاقته جزئية لأنه قال الجزء وأراد الكل. ما الصورة البلاغية في قوله يتم سؤددك فإن لك أجلا لا يعدوك؟ هل يا ترى تشبيه أم مجاز مرسل أم استعارة؟ استعارة مكنية، سر جمالها التاكسي. ما النتيجة المترتبة على عمل الابن بنصائح والده؟ أكيد هيوصل لمكانة كبيرة أوي، يبلغ في قومه منازل الشرف والسيادة ويفوز بحب الناس. ماذا أفاد العطف بين الجمل؟ استخدم هو في الفقرة السابقة مجموعة من العطف كبيرة أوي، يعني مثلا هو بيقول واسمح بمالك، واحمي حريمك، واعزز جارك، وهكذا. استخدام حرف العطف بشكل كتير أوي كده بيبين إيه؟ العطف بين الجمل يفيد تعدد القيم الإيجابية التي يجب أن يتمسك بها الابن. عامة لما يقابلنا العطف في أي مكان في أي نص، حاجة من اتنين، يا تأكيد يا تعدد وتنوع. بصورة بسيطة قوي، لو أنا نزلت اشتريت تيشيرت وقميص، إيه ده تيشيرت وقميص، يبقى ده تعدد وتنوع. لكن لما أقول أحب العلم والمعرفة، علم ومعرفة الاتنين حاجة واحدة، يبقى التأكيد. يبقى إذا كان الحاجتين اللي معطوفين على بعض نفس الحاجة تقريبا، يبقى ده تأكيد، لكن لو هو حاجات مختلفة يبقى تعدد وتنوع. تعالوا مع بعض نستنتج بعض الملامح الشخصية للموصي. هل يا ترى الموصي ده لو حاولنا نرسم له بورتريه، صورة كده، نقدر نجيب بعض الملامح الشخصية ليه؟ أكيد هو محب لابنه وحريص حرص شديد على تقديم النصح له. هو يحب الأدب ويحب الأخلاق وحريص عليها، لديه حكمة وخبرة وحياة كثيرة عاشها، صادق في النصيحة لأنه ينصح ابنه بكل حب ومحبة، زاهد في الحياة، معتز بنفسه وكرامته. دلل على أن ما جاء في هذه الوصية يتفق مع تعاليم الإسلام. كتير من النقاط التي تحدث فيها ذو الإصبع تتفق مع تعاليم الإسلام. أن ذو الإصبع العدواني دعا ابنه إلى التحلي ببعض محامد الجاهلية التي اتصف بها الرجال العرب، مثل الكرم، حماية النساء والأعراض، حفظ الجار، حسن الضيافة، نجدة المستغيث، التعفف عن سؤال الناس، وكل ذلك اشتملت عليه تعاليم الإسلام. هيا بنا نقوم بتدريب متحرر على النص. أوصت أمامة بنت الحارث ابنتها، أي بنيتي احملي عدة خصال تكن لك ذخرا وذكرا، الصحبة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، والتعهد لموقع عينيه والتفقد لموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن الموجود، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. لو لاحظنا ان دي برضو نفس المبدأ بتاعنا، وصية بس حد تاني كاتبها، هي أمامة بنت الحارث بتوصي بنتها بمجموعة من الخصال اللي لازم تحافظ عليها علشان تقدر تكون زوجة صالحة او زوجة ناجحة. أمامة بنت الحارث تسير على نهج أبيها وتقدم مجموعة من الوصايا أو النصائح لابنتها حتى تكون زوجة ناجحة في حياتها مراعية لزوجها. هيا بنا نستنتج أدوات الحسن والنظافة كما حددتها أمامة لابنتها.
إجابة سؤال زي ده هيحتاج إن إحنا نرجع للقطعة أو نرجع للفقرة ونبص كويس، إيه أدوات الحسن والنظافة التي حددتها أمامة بنت الحارث؟ تعالوا نبص كده في السطر الثاني، بيقول لنا: والكحل أحسن الحسن الموجود، والماء أطيب الطيب المفقود. يعني بمنتهى البساطة إن أجمل مظاهر الجمال استخدام الكحل وأفضل التطيب. ما كانش في زمان فكرة استخدام العطور بكثرة، فكان الماء هو أطيب الطيب والمفقود. فلو حاولنا نلخص أدوات الحسن والنظافة زي ما حددتها أمامة بنت الحارث لابنتها، هل هو الطعام والهدوء، الإخلاص والوفاء، الطموح والإبداع، الكحل والماء؟ هنلاقي الإجابة عندنا الكحل والماء. السؤال اللي بعده: المراد بتنغيص في سياقها، في سياقها يبقى لازم نقرأ الجملة بتاعتها تاني. تنغيص في السطر الأخير بتقول إمامة بنت الحارث: والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. أي بمعنى تكدير النوم أو تعكير صفوه، تقليل النوم، تمهيد النوم، وتحريك النوم. التنغيص عارفين الواحد بيجي نايم يجي نصحيه، اصحى شوف وراك ايه، اصحى انت مش قايد النور واقفله، فده اسمه نوع من انواع التكدير او تعكير صفو النوم. البديع فيه: والكحل احسن الحسن الموجود، والماء اطيب الطيب المفقود. والله هو في اكتر من محسن بديع، بس ده هيتوقف على الاختيارات. طباق، ازدواج، حسن تقسيم، تصريع. لو كان عندي نهاية الحرف اللي هو الموجود والمفقود، نهاية الحرف في الجملة دي مع الجملة دي، لو كان في الاختيارات سجع كنت اخترت السجع، لكن هو هنا الجملتين قد بعض، تقطيع الجمل قطع متساوية، فده اسمه ازدواج. نوع اللون البياني فيه: فإن حرارة الجوع ملهبة. حرارة دي توحي بالنار. يا ترى هو شبه ايه؟ يشبه الجوع وحرارة الجوع كأنها نار تشتعل، وهنا انا عندي الاثنين، موجود عندي الاثنين، مشبه ومشبه به، اذا الصورة تشبيه. حدد نوع الاسلوب فيه: ولا يشم منك الا اطيب ريح. عندي نفي واستثناء، واحنا اتفقنا ان في اسلوب اسمه اسلوب قصر، من وسائله النفي والاستثناء، لم ينجح الا المجتهد. استخدام النفي والاستثناء دي وسيلة من وسائل القصر، فهو أسلوب قصر غرض التأكيد والتخصيص. هيا بنا نحدد بعض السمات الأسلوبية للموصي. سمات أسلوبية يعني أسلوبه إيه؟ كلماته إيه؟ طريقته إيه؟ أكيد أسلوبها كان سهل، ألفاظه سهلة، وضوح الفكر وترابطها، جمال التصوير، استخدام المحسنات البديعية. لما يجي لنا دايما يا جماعة سؤال السمات الأسلوبية، نحاول نثبت الجمل اللي قدامنا دي إن الأسلوب سهل، إن الكلمات واضحة، إن الألفاظ مترابطة، إنه بيستخدم تصويرات جميلة، وهكذا. من خلال تحليل الفقرة هنجد إن من أهم السمات الأسلوبية لأمامة بنت الحارث إن الألفاظ بتاعتها سهلة، الأفكار كان بينها ترابط، جمال التصوير، استخدام المحسنات البديعية. طب هل الكلام ده ينطبق على أمامة بنت الحارث بس؟ لا، دايما لما بيجي لنا السؤال ده في الامتحانات اللي هو حدد السمات الأسلوبية للموصي، دايما بشتغل على الأربع حاجات اللي قدامنا دول. ممكن أزود على فكرة عليهم بعض الحاجات التانية، لكن خلينا نلتزم بدول دلوقتي: سهولة الألفاظ، وضوح الفكر وترابطها، جمال التصوير، استخدام المحسنات البديعية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، وإلى لقاء قريب.